الأمة الإسلامية الآن أحب أن أقول ليس لها صديق. الأمريكان والأوروبيون ومن يطلب الخير عند هؤلاء فهو أحمق، لا يدري لا من يومه ولا من غده شيئا. ليس لنا صديق إلا الله، ولا نصير إلا الله، ولذلك يجب أن نصل من قطع من حبالنا معه، ويجب أن نعود إليه، ولذلك لا نملك إلا أن ندعوه. ونحن نختم هذه الجولات المتتابعة لنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على محمد وآله.